بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى النشره العربيه على التلفزيون الوطني بجمهوريه الصومال. ومن ابرز العناوين: اجتماعات اللجنه الفنيه لتحضير المؤتمر التشاوري الوطني تدخل يومها الثانيه. رئيس ولايه جنوب الغرب يجتمع مع اللجنه الفنيه لتحضير المؤتمر التشاوري الوطني. وفي اخبار العالم، الجامعه العربيه تدعو لتهدئة الوضع على حدود السودانيه الاثيوبيه. اما الان فاهلا بكم الى تفاصيل النشره، ومعكم عبد القادر محمد صمر. ترأس وزير الدستور في الحكومة الفيدرالية معالي صالح أحمد جامع أعمال مؤتمر اللجنة الفنية لتحضير المؤتمر التشاوري الوطني، والذي دخل يومه الثاني على تولى مدينة بيضاوة العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب. وقال معاليه وزير أن اللجنة بدأت اجتماعاتها الرسمية مساء أمس الاثنين وباشرت في مناقشتها القضايا الخلافية المتعلقة بعملية الانتخابات بمثل الوضع بمحافظة جدو، ولجنة الانتخابات الفيدرالية بالإضافة إلى إدارة عملية الانتخابات، أعضاء البرلمان المنحدرين من أرض الصومال. وأشار وزير الدستور إلى أن دولة الرئيس الوزراء حث أعضاء اللجنة في حديثه عبر تقنية الفيديو كونفرنس على عمل بالروح المسؤولية والتسوية. وأعرب معالي عن شكره وتقديره للرئيس ولاية جنوب الغرب على اجتماعه مع اللجنة واستضافة اجتماعات اللجنة في مدينة بيضاوة. أجرى رئيس ولاية جنوب الغرب السيد عبد العزيز محمد حسن لفتقرن اجتماعا في مدينة بيضاوة مع اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير لانعقاد المؤتمر التشاوري الوطني. وناقش الاجتماع عملية انتخابات التي استشهدها البلاد وصير اجتماعات اللجنة. وأضلع الرئيس لفتقرن أعضاء اللجنة على المؤتمرات السابقة حول الانتخابات، وحث أعضاء اللجنة الفنية للتحضير للمؤتمر التشاوري الوطني على تعزيز المهام المؤكلة إليهم والقيام بها على أتم وجه. وستواصل اللجنة الفنية والمكونة من أعضاء في الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء بالحكومة ومحافظة بنادر عقد اجتماعاتهم المختلفة وتقديم المقترحات إلى قادة البلاد. بدأت جامعة الدول العربية قلقها البالغ إزداء تطورات الأوضاع على حدود السودان والإثيوبيا. وتقارير وتصريحات التي سحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين دولتين. وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم التزامها الكامل والثبات بسيادة وحدة أراضي دولها الأعضاء، مشيرة في هذه السد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أرضية وبسلطة. وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم التزامها الكامل وثابت بسيادة وحدة أراضي دولها الأعضاء، مشيرة في هذه السد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادة أراضي وبسط سلطته وإدارة عليها. ودعت الجامعة العربية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذه الموقف في أقرب فرصة، تأسيسا على الرغبة المعنة لدولتين في حله بالإطلاق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على الكامل أرضية ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن جوار بين الجانبين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، وكان معكم في الهواء عبد القادر محمد صمر. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.